من الآلف صاعدا لن يتكبد شباب المنطقة على السفر إلى ولايات أخرى قصد إجراء امتحانات الالتحاق بمعاهد تكوين إطارة الشباب والرياضة بعدما تم استحداث مركز للامتحانات بمدينة طبنراست. تم تخصيص مقاعد دراسة تكوين وظيفي لإطارة شباب الرياضة للمناطق النائية من أجل تخفيف معاناة تنقل الشباب. قمنا أو قامت وزارة الشباب والرياضة بفتح مراكز على مستوى بلدية طبنراست. المبادرة جاءت بعد تسجيل نقصا فادحا في التأطير عبر مختلف الهياكل التابعة للشباب والرياضة بالولاية. الشيء اللي خلانا كما نقولوا احنا نركز في بعد العملية هو أن التأطير في ولاية الجنوب وخاصة الجنوب الكبير ناقص جدا، خاصة كما نقولوا كما بلدتي زواطي كما نقولوا نقلنا لهذه المنطقة باش بعد هذا الامتحان إن شاء الله يجوا عندنا المعهد ورقلة إن شاء الله يتكونوا، وبعد التكوين تاعهم رايحين يتوظفوا في بلدية نتاعهم إن شاء الله. الشباب استحسنوا الفكرة مطالبين بتشييد معهد للتكوين بعاصمة الولاية من أجل الرفع من عدد المناصب المخصصة لهم. حاجة إيجابية جدا، يعني قلص لنا المسافة و مشق الطريق، احنا نعرفوا على مشكل تاع تنقل ومصاريفها، والحمد لله هي مبادرة حسنة. نتمنى انه يكون فيه مركز خاص بولاية طبنراست فيما يخص التكوين وما يتعلق به. شكرا. المبادرة سمحت لأكثر من 90 شابا خوض مغامرة المسابقة علهم يظفرون بمنصب عمل في ظل الانتشار الواسع للبطالة. هذه المسابقة يعني فيها تقريبا مشاركين فيها 94 مشارك، من ضمن حنا تقريبا ما بين الشباب ما بين الرياضة 26 منصب. هادو يتكونوا إن شاء الله بعد ما ينشحوا راحين يتكونوا في هاد المعاهد اللي ذكرتها، اللي هي معهد ورقلة ومعهد قسنطينة ومعهد الجزائر وعين البنيان. والحمد لله الظروف مرت يعني بظروف حسنة وجد لائقة. هذا ونشير إلى أن 26 شابا من الممتحنين سيستفيدون من دورة تكوينية بمعهد تكوين إطارات الشباب والرياضة ورقلة.